السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب مثالات بملابس التيربو وحنازلهم ضد كل مجسمات البوب. حيكون في تحدي قبل هذا التحدي وحيكون تحدي خاص بيني انا وعبد الرحمن وما له اي علاقه في المقطع، ولكن حيكون له علاقه بمجسمات البوب وهذه الاشياء، فعشان كذا خلينا نبدا اول شيء بالتحدي الاول. فهذا هو يا جماعه الخير، جينا لسر التحدي الاول وحبدا حشرح لكم هو بشكل سريع. شوفوا هذا مثلا مجسم بوب، طبعا هم هذول حنسوي عليهم تحدي ولكن هذا اللي الشرح هو كابتن امريكا اللي هنا. فشوفوا المجسم يمديكم تفكوا راسه وتبدلوه، مثلا تحطوا الراس هذا في جسم ثاني فيصير عندكم اكثر من مجسم واكثر من شكل. والحين فاكم مجسم هذا حفكها لكم الحين. اللي حيصير واللي دحين انا مسويه في هذول الاثنين انه حركب الراس بس مو بالكامل كذا، بس شويه يعني. وانا عبد الرحمن حكون خلف الكاميرا، يعني حكون جالسين واحد هنا واحد في المكان اللي انا الحين قاعد اكلمكم منه. كل واحد مننا حيختار واحد من البلابل السبعه الظاهرين امامكم. تابع جهاز اطلاق اللي هو يبغاه، طبعا لازم نوريكم جهاز اطلاق ونوريكم كل حاجه، وبعدها حنقعد في الاماكن المحدده والمجسمات حتكون هنا، وحاوريكم كيف الحين فاك الراسين، وبعدها حنحاول نصوب على مجسمات ولازم يطيحوا وينفك الراس، يعني مو الهدف بس ان نطيحهم، لا لازم ينفك راسهم كمان. اللي ما عرفته بكل هذه المجسمات من بوب كانت موجوده عندنا في المتجر، وكنا مسوين فيها اعلانات خرافيه وكنا مسوين فيها اسعار رهيبه منزلينها في المتجر، ولكن الفتره هذه منقطعه. والخبر الجميل انه حترجع توفر يوم الخميس هذا يا جماعه الخير باذن الله، وحتوفر معاها مجسمات لعبه الحبار هذه، وكمان حيكون فيها اشكال مره كثير، يعني حيكون فيها مجموعه وتقدر تشتري واحد منفصل لحاله، حتكون اسعارها خرافيه، وترى شكلها مره رهيب كذا زين في غرفتك، او حتى لو كان عندك سيت اب حتطلع شكلها خرافي على السيت اب. زي ما قلت لكم رابط المتجر سويت توت حيكون تحت صندوق الوصف. ودحين خلينا نبدا بالتحدي. الحين بدي اول شيء نختار بلابل، فانا حختار البلبل، وبلبل حيكون اخي النفاذ. تعال احنا نختار شجاع النفاذ. يا جماعه شوف فيها مجسمات هناك، عشان اوريك قديش انها مفكوكه، بس لمسها على طول طابت. جهاز اطلاق اللي حنستخدمه هي هذا جهاز اطلاق، واللي ترى هذا الازرق حجمه مع شجاع النفاذ الجديد من توبرو اللي حتوفر اول مكان في العالم حيكون في المتجر، متجرنا طبعا. فاول شيء حنجرب الحين معاكم. اوكي واحد اثنين ولا احد ما جابها. اوكي شوفوا البلابل فين راحت يا جماعه الخير. الله فزت 1-0. طبعا اللي فوز مجمع 3 نقاط. شوف كيف فكيت الجسم على الراس، فزي كذا جبت نقطة بجدارة. اوكي المحاولة الثانية، طبعا احنا قربنا كم بس احنا لسه بعيدين في نفس اماكننا. ابلع مرة ثانية. شوف يا جماعة الخير في الجولة هذه حخلي حقي ابعد من حق عبد الرحمن، عشان بس اوريك قديش ان انا يعني فنان وكذا. يا فنان. هذه يعني محاولة ثانية يا جماعة الخير. لا انا جبته بس ما طاح. ليه حقي مو مفكوك؟ المجسم حق عبد الرحمن طاح بس ما فك الراس فما هي نقطة، المجسم حقي مفك الراس بس ما طاح الجسم فما هي نقطة. يلا هذه المحاولة الأخيرة المفروض ان لازم نجيبها الحين. What the hell؟ مو منطقي. يلا كلنا جبناها بدون احد نحسب النقطة. هذه يا جماعة الخير لازم نجيبها، خلاص بنوع قاعدين نحاول، ترى حتى خلف الكاميرا قاعدين نحاول. واحنا نطلع. حقه تفجر. عندي تعادل 2-2، الحين نلعب اخر جولة وحتكون اخر نقطة الحاسمة. الحاسمة والأخيرة. ولا احد، لا ما طاح لسه. الله انا اللي طيحته. ما صلاح انا فزت. ايش اللي ما صلاح انا اللي طيحته؟ انا فزت. لا ما فزت. تخيل الحين جبت اللقطه بالسلو موشن بشكل كامل وشفتوا مين ضرب المجسم اول، طبعا عبد الرحمن ضربه اول، بس لو ما ضربه انا صرت اكون حاضربه يعني. يا جماعه الخير فانت اكتب تحت في الكومنتات مين يستحق هذه النقطه. انا رايي انه البلبل شطفه اللي هو اخيل. ايوه اخيل يعني لف من جنبه يعني. خلاص الحين نروح للتحدي الثاني والتحدي بس مقطع اليوم، ونخلي لكم الحكم تحت في الكومنتات. وانت نازل تكتب رايك يعني اعطينا لايك يعني واشتراك، اذا بكم يشترك النسبة 60% من المشتركين في القناه ترى. التحدي الثاني يا جماعه الخير حيكون انه حيكون في مجسم في منتصف الحلبه، حيكون في نزال بين عبد الرحمن برضه انه هو اختار بلبل وانا اختار بلبل. مثلا انا اخترت اخيل وهو اختار الخفاش. اللي حيصير لو عبد الرحمن بلبل حطه من البدايه خلاص انتهى النزال ونخط النقطه، ولكن لو ما حطه من البدايه كيف ناخذ النقاط؟ لازم نخفش اجزاء مجسم البوب. طبعا هو مقسم لثلاث اجزاء، الراس والجسم والقاعد حقته، اي واحد خفش اجزاء اكثر هو الفائز. طبعا هي حتكسر في النزال. شجاع اخيل. اوكي انا فزت.
وبيها دحما واحصل فيني ثانية اختير البطولة موش البطولة تكفين بطولة. شوفوا انا اشوف انه صعب نخفج اي قطعة من قطعة الكوب. ما يحتاج تكلم، ما يحتاج كم كلام، فوز عليه بجولتين متتالية. الحين اخترت اخي من هاسبو صاحب السرعة الجنونية وفعلت تقنية السلينك شوت. عبد الرحمن اختار الجيب حق مجدد واحدة. يلا اخين انا فزت بالهجوم في ايش اسوي؟ اوكي ولا شيء. نفس البوب نفس كل حاجة بس انا اخترت اخي عبد الرحمن اختار فارس سبيح. ايش سبب؟ فارس سبيح ما طيب ولا قطعة. اوكي اوكي الان ما هو اللي بالبلان بيجي يخرج قطعه واحده على الاقل خارج الحلبه اللي فاتوا سبيع فاعبد الرحمن اخذ النقطه. سوي الحين حخليهم كلهم كذا مفكفكين في الحلبه عباره عن قطع حنشوف هل في بلابل حقدر اخرج هذه القطع. يلا انا بنفس بلبل الحلبه يا اخي الاخير ولكن حق هاسو سليك شوك هو سريع البلبل يعني ضربات حتكون قويه ترى بس ما خرج ولا شيء. نفوز كذا عارفين خارج خارج الحلبه ها؟ باصين يا جماعة لازم نخفج اي باص عاد سلم كورة يعني يلا خيل اوه لا لا خيل ما خفى شيء والله امير طب خفج الدخل توقع امير ضيجده دولة يا باص يعني يجلد يجلد يعني ما يمزح ابلع يا امير امير ولا فرد يا جماعه الخير في الختام بس حاب اقول لكم انه في 6 منديه جديده رجعت تفرد مره ثانيه في المتجر اللي هي جديده يعني حتفرد لاول مره الامير ولا المنجل الجارح المنجل الساحق وحش الظلام والجارح المجد اللي رجعت تفرد بعد ما كان مقطوع خفاش الليل والمهرج الغاضب من جزء الجي تي وده كله من جهه ظفر بعد ما ينزل مقطع اليوم على طول مباشره فالحق عليه عشان تشوفوا المنجا بكميه محدوده وبس احنا نقدر لكم وصلنا الختام ومع السلامه مع كل منتج صراحه يكون في جهاز اطلاق. تعرف انه في اكثر من 500 نوع بلبل في العالم؟ تقريبا متوفر عندها في الوطن العربي من 50 الى 70 نوع فقط. فعشان كذا وبالتعاون مع كثير من الشركات العالميه اطلقنا متجرنا سويت تويز. متجر حاليا مختص في بيع البلابل في مستلزماتها مثل الحلبات وسيل اطلاق واكسسوارات اخرى. تقدر تلاقوا في متجر سويت تويز بلابل من جميع الاجزاء سواء كان من الجزء الاول الى الجزء السادس. رابط المتجر الالكتروني حيكون تحت صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت وترى التوصيل لجميع دول العالم.